السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد، ونبدأ حلقتنا الليلة بخبر زيارة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وكان في استقبال سموه لدى وصوله في قاعدة أندروز الجوية سعادة السفير شون لولير رئيس التشريفات بوزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد تيم ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من المسؤولين العسكريين بالملحقية العسكرية القطرية في واشنطن والسادة أعضاء السفارة القطرية. وكان قد التقى سمو الأمير حفظه الله ورعاه سعادة السيد فرانسيس خافير سواريس عمدة مدينة ميامي بمكتب العمدة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التبادل التجاري والاستثمار، كما جرى تبادل الآراء حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل. وحضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه، كما حضر أيضا حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة قطر في مدينة ميامي بمناسبة زيارة سموه حفظه الله ورعاه. حضر الحفل عدد من أعضاء الكونغرس الحاليين والسابقين وعمدة مدينة ميامي وعمدة مدينة نيويورك السابق، وعدد من رجال الأعمال والسياسة المفكرين والإعلام الأمريكي، وقد حضر أيضا العديد من وسائل الإعلام، وتبادل سمو الأمير حفظه الله الأحاديث حول سبل تعزيز فرص التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مدينة ميامي في مختلف المجالات، منها المجال الاقتصادي وأيضا التجاري وأيضا الاستثمار وحجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد تم تبادل الآراء مشاهدينا الكرام حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وقد حضر هذا الاستقبال من الجانب القطري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه، وبالتأكيد عدد من رجال الأعمال القطريين الذين تواجدوا في الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل بالحديث عن موضوع آخر مشاهدينا الكرام، وبالتزامن مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم وفد قطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بجولة وحراك اقتصادي يشمل 4 ولايات أمريكية، يصاحبها أيضا تنظيم معارض وعقد منتديات واجتماعات بهدف توطيد أواصر التعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. للحديث أكثر عن هذه الجولة وأهميتها معنا من واشنطن في العاصمة الأمريكية عبر الأقمار الصناعية السيد طارق بن عبد العزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة. يا مرحبا بك أستاذ طارق. يا هلا فيك أخوي صباح، يا هلا مرحبا فيكم جميعا. الله يحييك أخوي طارق. قبل ما نبدأ حوارنا معك أخوي طارق ومع مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم ونتابع هذا التقرير اللي تحدث عن المنتديات والفعاليات اللي صاحبت هذه الزيارة، نشوفها معاكم ونرجع ونواصل حوارنا مع أخوي طارق السادة. ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ويسلط المعرض الضوء على الثقافة والتراث القطري والإمكانات الاقتصادية القوية التي تمتلكها الدولة،
إضافة إلى التعريف بالمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والمشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض في عدد من المدن الأمريكية الكبرى التي سيتم زيارتها في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي. وكانت قد انطلقت يوم الرابع من شهر أبريل الجاري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي، حيث تعقد فعاليات المنتدى بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية الأمريكية. ويشارك في المنتدى أكثر من 400 رجل أعمال ومدير تنفيذي من البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم على هامش المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة تضاعف من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات في السنة. ويهدف المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإتاحة الفرصة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، بالإضافة إلى بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن هذه الجولة وهذا الحراك الاقتصادي اللي شمل عدد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. ونرجع مع السيد طارق بن عبد العزيز، السيد طارق بن عبد العزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة من العاصمة الأمريكية واشنطن. نحييك مرة ثانية في هذا اللقاء المباشر عبر الأقمار الصناعية أخوي طارق، وأيضا لو تحدثنا عن هذه الجولة بشكل عام، حيث بدأتم الاثنين الماضي جولة الحراك الاقتصادي والتي شملت 4 ولايات أمريكية، لو تحدثنا عن هذه الجولة وأهم أهدافها التي نظمت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. طبعا في البداية جولة الحراك الاقتصادي المتزامنة مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى للولايات المتحدة الأمريكية، نفس ما تفضلتي تشمل 4 ولايات مختلفة، وهي ولاية فلوريدا زرنا فيها مدينة ميامي، وحاليا احنا في واشنطن في مقاطعة كولومبيا، وان شاء الله متجهين بعد ذلك الى ولاية ساوث كارولاينا كارولاينا الجنوبية، وبعدها ان شاء الله الى شمال كارولاينا. طبعا تأتي أهمية جولة الحراك الاقتصادي واللي تهدف إلى توطيد العلاقات القطرية الاقتصادية القطرية الأمريكية اللي تعود إلى عشرات السنين، طبعا عن طريق عقد منتديات، عن طريق تنظيم معارض مختلفة واجتماعات بين كلا الجانبين سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص والمستثمرين. نعم أستاذ طارق، يقام على هامش هذه الجولة معارض ومنتديات وعدد من الاجتماعات. أقول لك أستاذ طارق، يقام في هذه الجولة عدد من الاجتماعات والمنتديات، إلى أي حد تساهم هذه الفعاليات في التعريف بفرص الاستثمار في المتاحة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا يشارك في جولة الحراك الاقتصادي أكثر من 200 رجل أعمال قطري ومسؤول ومستثمر عالي المستوى جايين للولايات المتحدة الأمريكية لبحث فرص الاستثمار بين الجانبين القطري والأمريكي سواء عن طريق القطاع الخاص أو على المستوى الحكومي. طبعا على هامش أو تزامنا مع جولة الحراك الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المختلفة
الرسمية في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تنظم عدة منتديات كبرى، كان أولها في مدينة ميامي، والحمد لله حضر تقريبا أكثر من 500 رجل أعمال. جميل. من الجانبين، وكان هناك اهتمام كبير من الجانب الأمريكي لبحث الفرص الاستثمارية في دولة قطر مع نظرائهم في الولايات المتحدة، في نظرائهم من قطر. طبعا إضافة إلى هذا، في اجتماعات مشتركة بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية على مستوى رجال الأعمال والمستثمرين. أيضا هناك جلسات قطاعية متخصصة نظمناها بين رجال الأعمال أيضا من الجانبين، حول مواضيع محددة كالبنوك والمحاماة والسياحة والسفر والقطاع الصحي والعديد من القطاعات الأخرى، بهدف مناقشة فرص الاستثمار بين الجانبين والتحديات اللي تواجهها البلدين في القطاع الاستثماري في هذه المجالات وسبل التغلب عليها بشكل مشترك وكفريق عمل واحد. إضافة إلى هذا، تكلمت عن المعارض المصاحبة اللي تعقد على تزامنا مع المنتدى الاقتصادي واللي تشارك فيها العديد من الجهات الرسمية في الدولة، إضافة إلى الجهات الأمريكية. طبعا من قطر احنا عندنا إضافة لوزارة الاقتصاد والتجارة، عندنا اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عندنا الخطوط الجوية القطرية، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤسسة الدوحة للأفلام، إضافة طبعا إلى العديد من الجهات القطرية والجهات الأمريكية التي لا تربطها علاقات وثيقة بدولة قطر، مثل شركة بوينغ، مثل شركة إكسون موبيل، شركة كونوكو فيليبس، والعديد من الشركات الأخرى. طبعا الهدف من المعرض هذا هو استعراض الثقافة القطرية وإمكاناتها الاقتصادية الضخمة اللي تملكها، إضافة إلى الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاع الرأي العام والجمهور الأمريكي على هذه العلاقة المشتركة بين البلدين في جو نقدر نقول مرح وجو عفوي يناسب الجمهور المستهدف في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو الجمهور العام وليس فقط المستثمرين ورجال الأعمال. نعم أستاذ طارق، لو تحدثنا بالأرقام عن العلاقات القطرية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من حيث التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، حدثنا عن هذه العلاقة بين البلدين. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لدولة قطر. يعني إذا تكلمنا بلغة الأرقام، يعني بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 $6 مليار، وتعتبر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الأول لدولة قطر. يعني قطر هي يعني أكبر مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الاستيراد، حيث تبلغ يعني الواردات دولة قطر من أمريكا 16% من عدد او من نسبه اجمالي واردات دوله قطر من العالم. لذلك تعتبر يعني نقدر نقول الوجهه الاولى للاستيراد لدوله قطر في العالم. طبعا يربط القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص الامريكي العديد من الصفقات والشراكات. هناك استثمارات قطريه ضخمه في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال عندنا الخطوط الجوية القطرية اشترت 332 طائرة من شركة بوينغ بقيمة $92 مليار. هناك أيضا جهاز قطر للاستثمار استثمر أكثر من 45 مليار دولار في عدة مجالات في الولايات المتحدة الأمريكية، خصص 10 مليارات منها فقط لقطاع البنية التحتية، إضافة طبعا إلى استثمارات القطاع الخاص المختلفة. هناك عدة استثمارات مثل يعني من القطاع الخاص مثل فندق سانت ريجس في واشنطن، هناك فندق سانت ريجس مثلا في ميامي، هناك فندق الدبليو في ميامي، هناك مشروع أكبر يعني كبير جدا واللي هو واشنطن دي سي سيتي سنتر تملكها شركة الديار القطرية والعديد من الاستثمارات الأخرى. لذلك العلاقة القطرية الأمريكية هي علاقة وثيقة، هي علاقة تمتد إلى عشرات السنين، والهدف من هذا الحراك هو توطيدها وتوسيعها وبحث سبل توسيع هذه الاستثمارات وتنميتها لتعود بالنفع لكلا البلدين. نعم أستاذ طارق، قبل الختام، الاحتفاء والترحيب اللي يقابل به الوفد القطري المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يرسل رسالة هامة لكم لمختلف الإخوان، برأيك ما هي تلك الرسالة التي يواجه بها هذا الترحيب الذي يقابل به الوفد القطري؟
طبعا رسالة واضحة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن دولة قطر هي شريك أساسي لها في كافة المجالات، والشريك لا يمكن يعني اعتباره ثانوي أو شريك أقل من أنه يكون أساسي، وشريك مهم جدا وقوي في كافة المجالات، خاصة المجال السياسي طبعا والمجال الاقتصادي والتجاري. طبعا الحضور في المنتدى، الحضور في طبعا المنتدى اللي عملناه، الحضور في المعارض اللي قاعد ننظمها، الاجتماعات والاهتمام الكبير من الجانب الأمريكي يعكس مدى أهمية هذه العلاقة اللي إن شاء الله راح تزدهر وتنمو بشكل أكبر وأكبر. عندنا اتفاقيات أيضا راح تتوقع إن شاء الله على هامش الحراك، بعضها توقع في ميامي، بعضها إن شاء الله راح يتوقع في واشنطن وكذلك في الولايات القادمة. لذلك الجانب الأمريكي جدا مهتم يعني بدولة قطر من ناحية الاستثمارية، من ناحية التجارية، من ناحية الاقتصادية، باعتبارها شريك مهم جدا وأساسي لها سواء حاليا أو للمستقبل. نعم السيد طارق عبد العزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة وعبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي. شكرا لهذا المقابل، هذا اللقاء، ونتمنى لكم كل التوفيق في بقية هذه الجولة والحراك الاقتصادي. شكرا لك. شكرا لك مشاهدين الكرام، تابعنا هذا الحراك الاقتصادي الكبير اللي يقومون به الأخوان في وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد كبير من رجال الأعمال المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين بالتأكيد يبحثون سبل التعاون وتعزيز هذا التواصل الاقتصادي بين البلدين الذي يعتبر في تقدم مستمر من عام إلى عام. احنا متواصلين معاكم في برنامج اقتصاد، لكن بنروح معاكم إلى فاصل قصير ونرجع نتابع حلقتنا من برنامج اقتصاد، انتظرونا. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامج اقتصاد. تأسست شركة برزان القابضة لتشكل مستقبل الصناعة العسكرية الوطنية التي من خلالها يسعى القائمين عليها لكي تصبح مجموعة استثمارية عالمية رائدة في مجال الدفاع والأمن عبر الاستثمارات والشراكات مع المنظمات الدولية لبناء قدرات تكنولوجية وقوية عاملة بشرية متميزة في دولة قطر وأيضا الأسواق العالمية. الحديث أكثر عن شركة برزان القابضة ورؤيتها الاقتصادية والاستثمارية، يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد محمد مبارك الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة. محمد يا مرحبا بك في برنامج اقتصاد. يا مرحبا فيك. الله يحييك. مشاهدين الكرام، قبل ما نبدأ حوارنا مع أخوي محمد الخاطر، نروح معاكم ونتعرف على شركة برزان من خلال هذا التقرير. صحيح أن تنظيم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس في شهر مارس الماضي يعد حدثا مهما، إلا أن ما جعل المعرض أكثر أهمية هو التدشين الرسمي لشركة برزان القابضة مع انطلاقة المعرض. وتعد برزان القابضة شركة متخصصة في تعزيز القدرات العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية، وذلك عن طريق مواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. كما تعد برزان القابضة منصة للأعمال التجارية بصفتها بوابة للصناعات العسكرية في قطر، إذ أنها ستقوم بعقد الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات الدولية الرائدة في المجال العسكري. وكان معرض ديمديكس شاهداً على إبرام العديد من الاتفاقيات العسكرية المختلفة، ولعل من أبرزها توقيع اتفاقية عقد شراء 28 طائرة هليكوبتر من طراز NH90 مع الشركة الإيطالية ليوناردو، إذ من المتوقع أن يتم البدء بتسليم الطائرات قبل العام 2022 على أن تسلم جميع الطائرات عام 2025.
ومن ضمن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الدفاع ممثلة بشركة برزان القابضة اتفاقية مع شركة الإيطالية بيريتا القابضة التي ستسلم 24700 بندقية من طراز ARX-160 وARX-200 ومن المنتظر أن يتم تسليمها في شهر مارس من العام المقبل. يشار إلى أن شركة برزان القابضة تأسست عام 2016 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل وزارة الدفاع القطرية. ولا شك بأن الاستثمارات المباشرة والشراكات التي تقوم بها برزان القابضة مع المنظمات الدولية يعزز من رؤيتها في أن تصبح شركة دفاع عالمية رائدة، بالإضافة لدعم التنمية المستدامة في البحث والتطوير ونقل المعرفة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة في قطاع الدفاع والأمن. تابعنا هذا التقرير اللي تحدث عن شركة برزان القابضة، ونرجع مع ضيفنا محمد مبارك الخاطر رئيس تنفيذي لشركة برزان القابضة. أبو عبد العزيز، شركة برزان القابضة ولدت كشركة لتعزيز القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة، نود أن نقدم لمشاهدينا الكرام نبذة عن هذه الشركة بشكل عام. أولا أشكركم على الاستضافة وأشكركم على جهودكم البناء في الإعلام، بصراحة ما تقصرون والله يعطيكم العافية. شكرا لك، الله يسلمك. شركة برزان القابضة مثل ما قال التقرير أنشئت في عام 2016، أنشئت بناء على استراتيجية جديدة اتخذتها وحدة الاستثمار في وزارة الدفاع، والاستراتيجية هذه كانت تركز على قطاع الدفاع والأمن. ومن هذا المنطلق اتخذنا القرار أن تنشأ شركة مملوكة 100% من وزارة الدفاع، أن بتكون الذراع الاستثماري لوزارة الدفاع. البداية كانت كذا، ومع الوقت توسع النطاق للشركة وصارت ذراع البحوث والتطوير حق وزارة الدفاع، ودخلنا في دعم المشتريات الاستراتيجية لوزارة الدفاع. ففي رؤية معينة للشركة قمنا بدراسة متكاملة للشركة والخبرات اللي اكتسبتها الدول المختلفة في بناء قطاع الدفاع في الدولة، وتعلمنا من أخطاء الغير، وتعلمنا من الأشياء اللي نجحت في الدول المختلفة، وطلعنا في رؤية واستراتيجية واضحة مبنية على هالثلاثة. هنتكلم الآن عن مراحل التي مرت عليها عملية تأسيس شركة برزان القابضة، وما هي رؤية هذه الشركة أخوي محمد؟ نعم، رؤية شركة برزان القابضة هي التالي: الاستثمار في الكوادر والكفاءات والشركات والتكنولوجيا اللي تمكن الدولة بأن تكون رائدة في مجالي الدفاع والأمن. جميل، هذه الرؤية بشكل عام، ومبنية هذه الرؤية على ثلاثة ركائز. نعم. وهي الاستثمار، البحوث والتطوير، ودعم المشتريات الاستراتيجية للقوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى في الدولة. فأقدر أدخل في تفصيل، بس أنا متأكد أن عندك أسئلة، فأنا ما أبي أطلع من طور السؤال. إحنا خلنا نتكلم أبو عبد العزيز أن هذه الشركة، شركة برزان القابضة، هي أول شركة قطرية للاستثمارات العسكرية. لو تحدثنا عن الجانب الاقتصادي لشركة برزان القابضة، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الرؤية الاقتصادية لشركة في مجال عسكري لتنوع الاقتصاد القطري بشكل عام؟ شركة برزان القابضة تعمل على فكرة الشركة الربحية تتنافس مع شركات الدفاع المختلفة، ولكن هناك مشاريع استراتيجية مختلفة يجب العمل عليها بناء على معطيات هذه المشاريع. نعم. وهناك مشاريع طبعا تكون استراتيجية، ولكن نركز على مدى جودة
هذا المشروع من ناحية مالية. يعني إذا استثمرنا هالمبلغ بعد كم من سنة هل بيرجع المبلغ هذا وبيكون في مردود مالي للدولة؟ هذه الفكرة اللي احنا نتوجه لها. طبعا عندنا احنا عامل كبير اللي هو عامل التصنيع العسكري. عندنا منطقة في الشمال ومناطق مختلفة في الدولة تكون تركز على التصنيع العسكري ومصانع اللي موجودة واللي احنا قاعدين في دور تطويرها لصناعة العتاد العسكري. العسكري برزان هي مستقبل الصناعة الوطنية، هذا الشعار او هذا هذه الجملة المهمة اللي تعني لنا الكثير بان معدات عسكرية وأسلحة ستصنع في بلادنا قطر. متى ستبدأ فعليا عملية التصنيع العسكري من قبل شركة برزان؟ نعم، مثل ما قلت لك احنا يمكن بدينا شركة برزان القابضة في عام 2016، ولكن الاستثمارات التي قامت عليها هذه الشركة هي استثمارات سابقة. وحدة الاستثمار في القوات المسلحة عملتها في السابق، واحنا مثل ما تقول ورثناها من هذه الاستثمارات. شركات تابعة لشركة برزان من اليوم الأول تصنع منتجات عسكرية تنباع على الدولة وعلى دول مختلفة أخرى. جميل. فإحنا بدينا تصنيع وقاعدين في دور تطوير مصانع أخرى تعمل منتجات وعتاد عسكرية مختلفة. يعني نعم. الفترة الماضية أعلنتم عن السعي لتكوين مجموعة استثمارية عالمية في مجال الدفاع والأمن. خلينا نتحدث عن يعني طبيعة هذه المجموعة الاستثمارية وكيف سيكون توجهها وطريقة العمل فيها. نعم، توكي شوتو في التقرير بعض الشراكات اللي أنشأناها وتم إبرامها خلال معرض دمدكس. هناك شراكات منشأة في دولة قطر، برزان تملك الأغلبية منها، تصنع وتعمل خدمات للقوات المسلحة والوجهات الأمنية الأخرى في قطر وشغالة حاليا. هذه شركات تابعة لبرزان شغالة في قطر، وهناك شركات تتملك شركة برزان القابضة الأسهم فيها، وهناك عامل استراتيجي وعامل مالي من هذه الشركات في مجال الدفاع، البعض منها تم الإعلان عنه في دول مختلفة. لما تجمع الدول كلها، أنا أقول لك في شركات في بريطانيا، في شركات في ألمانيا، في شركات من إيطاليا وفرنسا وأمريكا وفرنسا، يعني دول مختلفة تماما في قارات مختلفة. طبعا تركيا بعد ما ننسى، فحوالي أكثر من 10 اتفاقيات تم الإعلان عنها، وشركات قائمة حالياً على قيد الواقع تعتبر شركات استثمارية. إحنا الاستثمار هذه من أهم ركائز اللي عندنا في برزان، وعندنا استثمارات خارجية تعتبر استثمارات مباشرة، وعندنا استثمارات الغير مباشرة. زين، والشراكات اللي تحدث عنها، الاستثمارات المباشرة نستثمر في شركات الدفاع العالمية الكبيرة ونأخذ منها نسبة معينة، هدفها مالي واستراتيجي. استراتيجي لأن عندهم منتجات وعندهم معرفة معينة ممكن تفيد الدولة وتساعدها على تغطية احتياجاتها اللي محتاجتها حاليا من القوات المسلحة والقوات الأخرى، وعندك أيضا فرص بالاستثمار لشركات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة في هذا المجال. نعم، احنا متواصلين معاك اخوي محمد الخاطر، وايضا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام عبر برنامج اقتصاد، لكن بنروح معاكم الى فاصل قصير ونرجع نواصل حلقتنا في برنامج اقتصاد، انتظرونا.
يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، متواصلين مع السيد محمد مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة، هذه الشركة المملوكة لوزارة الدفاع، وأيضا تحدثنا عن هذه الاستثمارات والجانب الاقتصادي لشركة برزان القابضة. محمد، نرجع ونتحدث عن ركائز شركة برزان القابضة، ونتحدثنا عن هذه الركائز وأهم الخطوات التي قامت عليها هذه الركائز. طبعا شركة برزان القابضة مبنية على ثلاثة ركائز مثل ما قلت، اللي هي الاستثمار، البحوث والتطوير، ودعم المشتريات الاستراتيجية. نعم. خلنا نأخذ الاستثمار، ممكن تقسمها لثلاث أقسام: الاستثمار المباشر اللي تكلمت عنه، استثمار غير مباشر بعد تكلمت عنه، والشراكات الاستراتيجية اللي بعد تكلمت عنها، بعضها تم الافصاح عنها. المقصود في البحوث والتطوير محمد، يعني احنا لما نجي ونتكلم في شركة عسكرية عن البحوث والتطوير، الهدف من وراها في البحوث والتطوير عندك تكنولوجيا جديدة قاعدة تنبني في مجال الدفاع والأمن، زين؟ هذه التكنولوجيا ممكن أن نعمل عليها عن طريق شراكة مع الشركات العالمية الرائدة في ابتكار هالنوع من التكنولوجيا، نعمل على الاستثمار معاهم، الاستثمار مو بس من الناحية المالية، الاستثمار من ناحية الكوادر البشرية، ونبني كفاءات في هذا النوع من البحوث والتطوير في التكنولوجيا، وبعدين نحمي براءة اختراع، لأن هذا مهم. أنت تستثمر في التكنولوجيا لكن في النهاية من ناحية قانونية أنت ما تملكه إلا لما تسجل براءة الاختراع اللي موجودة عندنا. فإحنا هذا مفهومنا، وعندنا مشاريع كثيرة بصراحة شغالين عليها. عندنا منطقة في واحد قطر العلوم والتكنولوجيا حوالي 40,000 متر مربع محوطة بسور عسكري، بتكون هي مدينة برزان للبحوث والتطوير. حطيناها هناك واخترنا هذاك المكان عن قصد، لأنها عن قرب من المدينة التعليمية اللي تخرج يعني أجيال من التلاميذ من جامعات كثيرة، وجامعة قطر عندنا شراكة مع جامعة قطر والتلاميذ اللي هناك وجميع الجامعات، يعني بكل أمانة نستقطب المهارات ونجيبهم، ومثل ما تقول نشاركهم مع علماء فاهمين في هذه التكنولوجيا، زين، ويشتغلون على ابتكار تكنولوجيا جديدة. فهذا من ناحية البحوث والتطوير. وبعدين عندك الركيزة الأخيرة اللي هي دعم المشتريات الاستراتيجية. دعم المشتريات الاستراتيجية يمكن من أهم الركائز، لأنها تصب على كل الركائز الثانية. دعم المشتريات الاستراتيجية يعني عندك مشتريات استراتيجية من القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى. خليني أعطيك مثال، يحتاجون مدرعة معينة أحد القوات، خلنا نقول القوات البرية والقوات الخاصة، المهمة معينة يحتاجونها. فإحنا نجي كشريك للقوة اللي طالبة هذه المدرعة، ونبحث لهم عن الشركات اللي ممكن تقدم منتجات توفي الغرض اللي هم محتاجينه فيه، وبعدين هم ممكن يطلبون تغييرات على التصميم للمدرعة هذه. هذه التغييرات للتصميم، زين، تعد نوع من مشروع بحوث وتطوير، يعني هو مشروع بحث وتطوير. بدل من احنا ندفع المبلغ هذا كله وناخذ العدة هذه، احنا نقول لا، احنا بناخذ نسبة من براءة الاختراع للتصميم الجديد هذا، زين، ويعد هذا يصب على ركيزة البحث والتطوير. وبدلا من ان احنا بس نشتري هذه المدرعه بالكميه هذه، ممكن احنا نبني مثلا مصنع لصناعه هذه المدرعه. انا اعطيك مثال، انا ما اعطيك يعني مشروع واقع، لان هالامور مثل ما تعرف من طبيعتها سريه، لكن اعطيك مثال يدلك على بعض الامور اللي ممكن نستثمر في الشركه الام بناء على هذه القوه الشرائيه اللي موجوده عندنا من القوات المسلحه. فاحنا نتفاوض بالنيابة عن القوة اللي طالبة هذه المدرعة، زين، ونشتغل معاهم عشان نتأكد أن المدرعة هذه بالمواصفات التقنية اللي محتاجينها لتغطية المهمة اللي هم محتاجينها. فنستثمر معاهم في الشركة الأم، أو ننشئ شراكة هنا في قطر عشان
نستثمر في الكفاءات والكوادر اللي ممكن ان تفيدنا في المشتريات المستقبليه. جميل. على هامش معرض الدفاع البحري اخوي محمد، وقعت شركه برزان القابضه عدد من الشركات والشراكات والاتفاقيات لصناعه السلاح في قطر، ما هي ابرز هذه الصفقات وتفاصيلها وايضا خططكم في مجال تصنيع الاسلحه في هذا الجانب في المستقبل؟ احنا مثل ما قلت لك انشأنا الشركه 2016 وكنا شغالين يعني بشكل مستمر بدعم سعاده نائب رئيس الوزراء ووزير الدوله لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطيه، اللي اعطانا الدعم والتوجيه ومكننا من 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 انجاز الانجازات هذه. ابرمنا العديد من العقود مع شركات في الدفاع عالميه ورائده في المجال، منها شركة باريتا مثلا الإيطالية. هذه شركة باريتا أول مرة تسوي شراكة في المنطقة في الشرق الأوسط، وهذه أول شراكة يسوونها مع قطر من خلال شركة برزان القابضة، وهي شراكة سمينا الشركة بندق وبتصنع بنادق وأسلحة. جميل، حتى الاسم يعني قطري قطري جميل، اللي هو البندق معروف. اي نعم، وبتصنع هنا في قطر أسلحة خفيفة متوسطة. وبعدين عندك شراكة مثلا مع شركة ألمانية تعتبر رائدة في مجال الدفاع في ألمانيا وعلى مستوى العالم، اسمها راين ميتال. أسسنا شركة اسمها راين ميتال برزان أدفانس تكنولوجي، لها عدة يعني مثل ما تقول مجالات تشتغل عليها، منها حماية المنشآت الرئيسية في الدولة، وعندك مصانع ذخائر في الدولة، وهي تعتبر رائدة في هذين المجالين اللي موجودين. هذه بس أمثلة بسيطة عن بعض الشراكات اللي احنا أعلنناها، وأعلننا عن عدة. يعني أنا أقدر أخلص لك الحلقة كلها بس أتكلم لك عن بعض الشركات اللي أعلنناها. خططكم التسويقية محمد للتسويق لهذه الشركات، يعني الآن شركة برزان القابضة قامت بجهد مشكور في وضع الرؤية لهذه الشركة ووضع الخطط الاستراتيجية ووضع هذه الركائز التي تحدثت عنها، سواء الاستثمار أو البحوث والتطوير وأيضا دعم المشاريع الاستراتيجية، لكن ما هي الخطط التسويقية لهذه الشركات التي تم تدشينها في شركة برزان القابضة؟ فإحنا حاليا نشتغل على احتياجات ومشتريات القوات المسلحة القطرية. بناء على هذه القوة الشرائية نبني مشروع، ولكن الهدف من هذا المشروع مو بس سد هذا العقد فقط، بل تكون عند الدولة كفاءة أنها حتى تصدر هذه المنتجات حسب القوانين العالمية اللي تحكم مبيعات هذا النوع من المنتجات. فاحنا هدفنا مو بس محلي، هدفنا اقليمي، هدفنا وأيضا عالمي، وايضا استفاده استثماريه لدوله قطر، وايضا هذا بالطبع يعتبر مصدر من مصادر الدخل الموجوده، ويعزز من الاستقرار، من الاستقرار في الدوله ومن الاستقرار في صحيح. بما يخص براءه الاختراع لشركه برزان، كيف من الممكن الاستفاده في هذا الموضوع استثماريا اخوي محمد؟ نعم، طبعا هذه من رؤيتنا، الاستثمار في الكوادر والكفاءات، رأس المال البشري مهم جدا جدا جدا. احنا نستقطب المهارات القطرية والمحلية، واحنا اصلا قاعدين نعمل على مثل ما تقول اكتوف عمالقة عملوا جهود جبارة في هذا المجال، لانها من رؤية قطر 2030 اللي هي تنمية رأس المال البشري. صحيح. فنستقطب مهارات محلية ونعمل على أمل كبير بأن هذه المهارات والاستثمار اللي عملناه على رأس المال البشري هو اللي أصلا بيمكن هالشركة من أن تكون عالمية. والحمد لله يعني احنا بدينا يعني كنا 6 أشخاص يعني في عام 2016، والحمد لله الحين توسعنا بشكل كبير وقدرنا أن احنا يعني نعمل إنجازات إن شاء الله أن يعني تكون لمصلحة البلاد،
وقاعدين نتوسع حاليا. نحتاج نبني كفاءات في مجال ما كان موجود في الدولة، مجال الدفاع من ناحية العلوم المتعلقة في التكنولوجيا الدفاعية ما كانت موجودة. لكن مثل ما قلت لك احنا نبني على اكتوف عمالقة. مثلا عندك وفود يجون قطر، قطر تفتح لهم الباب وتعطيهم بعض الفرص للدراسة في مدينة الدين التعليمية، سمو الشيخة موزة الله يعطيها الصحة والعافية مثلا، قصة طريفة بصراحة، وبصراحة خلتنا يعني صدق تطرح لنا الصورة اللي الدولة قاعدة تشتغل عليها وإحنا نبني عليها. أن في مجموعة من التلاميذ كانوا في العراق على أيام صدام حسين، كانوا الأوائل على المدرسة من ناحية الدولة، وصدام قرر أن يوجه حكومته بأن يوفر لهم برنامج متخصص في الدراسة ليتخصصوا في العلوم العسكرية. طبعا بعد 2003 وبعد الغزو يعني مثل البنية التحتية في العراق طاحت، لكن سمو الشيخة موزة الله يعطيها الصحة والعافية افتحت الباب للتلاميذ هذيلة وقالت لهم قطر هي بيتكم الثاني، وجو وبالفعل درسوا في الجامعات وتخرجوا بتفوق وقاموا يستقطبونهم الدول الرائدة في هذا المجال، وإحنا قدرنا نحن نستقطب يعني عدد منهم. طبعا عدد منهم لأنهم يعدون قطر بيتهم الثاني. صحيح. هي قطر كعبة المقدوم مثل ما قال الشيخ جاسم المؤسس الله يرحمه. فإحنا نبني على خطة عمالقة اشتغلوا. صحيح. قبل الختام معك أخوي محمد، دعنا نتحدث عن خطط شركة برسان القابضة في المستقبل. ما هي أبرز الأمور التي سيتم العمل عليها من قبلكم في الفترة القادمة بإذن الله؟ طبعا احنا نشتغل على هذه الشركات، وكل هذه الشركات عندها مشاريع ماسكتها القوات مختلفة. احنا قمنا ندير بعض المشاريع ونشيل بعض العبء من اخواننا العساكر اللي احنا نتشرف في خدمتهم من العبء الاداري مثل ما تقول، عشان نمكنهم انهم يعملون شغلهم النبيل باكمل وجه من غير ما يوقفون على الامور الاداريه، ونساعدهم قدر الاستطاع. عندنا استثمارات قاعدين ندرسها ونشتغل عليها في الخارج مع في شركات الدفاع بتعزز من مكانة الدولة في هذا المجال. وإن شاء الله مثل ما قلت لك الرؤية بشوفنا احنا نشتغل على هذا الاتجاه بشكل إن شاء الله كامل، وأتمنى ان إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. في نهاية حديثنا معاك السيد محمد بن مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة، شكرا لتواجدك وحضورك معنا في برنامج اقتصاد، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في شركة برزان القابضة، هذا الذراع العسكري والاستثماري لوزارة الدفاع، ونتمنى لكم التقدم إن شاء الله في الفترة المقبلة. يعطيك العافية. شكرا لك أخوي محمد. يمكن مشاهدينا الكرام اليوم في برنامج اقتصاد تحدثنا عن جانبين مهمين في بلادنا قطر. الجانب الأول اللي هي زيارة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الحراك الاقتصادي اللي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. هذا الملتقى وهذا الحراك الاقتصادي اللي نظم العديد من المعارض والمنتديات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذا النوع من الملتقيات والتواجد وهذا التبادل من الخبرات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية يعزز
التبادل التجاري بين الدولتين، وأيضا يعزز الخبرات وأيضا التواصل بين القطاع الخاص القطري وأيضا القطاع الخاص الأمريكي، وأيضا يعزز كل هذا الجانب الاقتصادي وتطوير هذا الجانب من كل النواحي الاقتصادية. وأيضا تحدثنا عن شركة فرزان القابضة اللي نتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل. احنا بدورنا نشكركم على حسن المتابعة في برنامج اقتصاد، ونلقاكم على خير إن شاء الله يوم الاثنين الجاي الساعة 9 المساء. مع السلامة.